كان عندي طفل بيرسم فيل، فلاحظت ان هو بيرسم الفيل رجله رفيعه جدا، فانا عاوز اوجهه ان رجل الفيل بتبقى تخينه مش رفيعه، بس من غير ما اتدخل تدخل مباشر او من غير ما اديله امر مباشر او يحس ان هو بيتعدل عليه، فانا عايزه هو التعديل يطلع منه هو، عايزه هو يشغل دماغه وعاوزه يفكر. فقلت له انا حاسس ان الفيل بيبقى ضخم، فاعتقد ان رجله تبقى تخينه علشان تقدر تشيل الجسم الضخم ده كله يعني. فقال لي لا هي بتبقى كده، انا فاكر انها كده متاكد. قلت له خلاص طالما انت متاكد خلاص يعني مش هقدر اتكلم معاك، بس خلينا ايه يعني نبقى نراجع صوره ونشوف نراجع كده احنا قلناها صح ولا غلط، يعني نراجع صوره اصليه للفيل وكده يعني. قال لي طيب بس على فكره انا ممكن سهل ان انا اعمل اللي انت عاوزه. قلت له لا مش اللي انا عاوزه، احنا عايزين نرجع للصح. فجبنا صوره، فبدات اراجع رسمته بالصوره الحقيقيه للفيل، بس بدات بالصح يعني ابدا بالحاجه اللي هو عاملها صح. ايه فعلا الفيل ضخم فعلا زي ما انت عامل صح، الزلومه بالشكل الفلاني زي ما انت عامل فعلا، ديله بيبقى كذا بيبقى مش عارف ايه، بس رجله هنا مختلفه شويه، وخلي القرار يطلع منه هو، خلي التعديل يطلع منه هو، نخليه يعدل الحاجه اللي محتاجه تعديل لانها فعلا محتاجه تعديل وهو مقتنع بده وعارف ازاي يعدلها، مش لان انا عارف الصح وهو ده. خلينا نطبق ده مع الاطفال في كل حاجه مش في الرسم بس، لان ده بيفرق معاه جدا. ان انت انا بعوده ان هو انت رسمت حاجة غلط في الفيل، المحك بتاعك صورة الفيل الاصلية مش كلامي، علشان بعد كده لو انت لوحدك ما تستناش حد يقول لك تقييمه، انت في مرجع ممكن ترجع له وتقيم نفسك وتعدل.